عندي السيستم اللي انا هبقى شغال عليه هيقابلني بصورتين للحركة، اول صورة linear motion، صورة اللي هي الحركة الخطية، ثاني صورة يا اما بقى rotational or torsional or angular، كلها كلمات بتشير للحركة الدورانية. فانا هوضح لك رموز علشان لما تقابلك في الصور ديت تبقى عارف الرموز ديت بتشير او بتدل على ايه. فانا عندي الاكس اللي هي الايه displacement اللي هي الايه الازاحة، الثيتا اللي هي الانجولار displacement، تمام. يعني انا هنا هتلاقي عندي جسم، هتلاقي بعد كده جسم بيدور مثلا بازاحة زاوية. بعد كده انا عندي الاكس دوت اللي هو رمز للفولوستي، اوكي، وعندي الثيتا دوت ده رمز برضه للانجولار فولوستي، للسرعه الزاويه. طب الاكس دوت ديت مش كانت عباره عن التفاضل بتاع الديسبلسمنت، كانت عباره عن الدي اكس باي دي تي، تمام. وعندي الثيتا دوت ديت مش كانت عباره الدي سيتا باي دي تي اللي هو التفاضل بتاع السيتا بالنسبة لإيه للزمن، اوكي. عندي برضو خلي بالك الاكس دبل دوت اللي هي الاكسلريشن اوف ذا سيستم اللي هي الايه التسارع للنظام، تمام. وعندي برضو السيتا دبل دوت الانجولار اكسلريشن اوف ذا سيستم للنظام، ايه برضو اللي هو التسارع الزاوي للنظام اللي هو موجود ايه عندي. بعد كده هتلاقي ان الاكس دبل دوت ديت اصلا عبارة عن ايه، جات منين، مش الدي اكس دوت باي دي تي مش بتساوي الدي سكوير اكس باي دي تي سكوير، تمام، اللي هو بيساوي الايه الاكس دبل ايه دوت. تاني انا بقول لك تعالى اما نفضل الجزئية دي كده، الاكس دوت تفاضلها دي اكس دوت باي دي تي، تمام، بتساوي تفاضل الجزء ده عبارة عن ايه، عبارة عن الدي عبارة عن الدي سكوير اكس باي دي تي سكوير، تمام. التفاضل التاني ده اللي هو بيساوي الايه بيساوي الاكسلريشن اوف ذا سيستم اللي هو الاكس ايه دبل دوت. نفس النظام انا عندي الثيتا دبل دوت بتساوي الدي سيتا دوت باي دي تي بتساوي الدي سكوير سيتا باي دي تي سكوير. نفس الكلام اللي انا قلته هنا بينطبق على نفس الكلام لما تيجي فاضل الجزئيه ده برضو، يبقى انت كده الثيتا دبل دوت زي ما احنا قلنا اللي هي الانجولار اكسلريشن، تمام. عشان الرموز دي لما تيجي تشوفها وانا شغال دلوقتي تبقى انت عارف، مثلا اقول لك الثيتا دوت انجولار فيلوسيتي تبقى انت فهمت الايه الموضوع.